حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الجديدة من استوديو الآن على اكسترا نيوز، والبداية مع الانتخابات البرلمان الأوروبي. انطلق اليوم ماراثون انتخابات البرلمان الأوروبي في 28 دولة لاختيار ممثليهم على 751 مقعد. ومن أبرز الأحزاب المتنافسة في الانتخابات حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل تيار اليمين بزعامة السياسي الألماني مانفريد وير، وأبرز المرشحين لخلافة جان كلود يونكر في منصب رئيس المفوضية الأوروبية. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ شوقي أبو شامة المحلل السياسي. أستاذ شوقي أهلا بك معنا، واليوم بدأت بالفعل البدايات للانتخابات في على البرلمان الأوروبي بلندن وهولندا أو ببريطانيا وهولندا، كيف هي الأجواء في لندن وما هي أبرز الوجوه المرشحة في هذا السباق؟ أهلا وسهلا أفندم، وكل عام وأنتم والمشاهدين بألف خير. أيوة طبعا، بدأت الانتخابات الأوروبية النهاردة في اثنين من الدولتين اللي هما هولندا وبريطانيا. ويعني بالنسبة لبريطانيا بتأجيل موعد البريكزيت من 29/3 ل 31 أكتوبر، إذا بيشترط على بريطانيا خوض الانتخابات الأوروبية في تمثيل 73 مقعد من ضمن ما حضرتك ما ذكرتي 751 عضو أو مقعد في الاتحاد الأوروبي. الاجواء الحقيقه في بريطانيا النهارده اجواء يعني ماشيه عاديه خالص، ما فيش اي حاجه، بس طبعا بيهيمن على قضيه الانتخابات او مصير الانتخابات هي قضيه البريكزيت اللي الحقيقه بتشغل الراي العام وبتشغل كل الشان السياسي يعني. بالنسبه للاحزاب اللي بتتنافس على النجاح في الاتحاد الاوروبي او في العضويه الاتحاد الاوروبي، هو حزب جديد جدا اسمه حزب بريكزيت اللي بيتزعمه نايجيل فاراج، ومكون الحزب لسه من شهرين ثلاثه، والحقيقه استطلاعات الراي في اوروبا او في اوروبا وفي بريطانيا يقولوا ان في من 30 ل 40% الحزب ده هيكون. طبعا الحزب يعني 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 تخيلي ان حزب المحافظين الحاكم نفسه 10%. هو حزب على أي حال أستاذ شوقي يعني يشكك في وحدة الكتلة الأوروبية؟ طبعا ما هو من المناهضين جدا لتفكيك الاتحاد الأوروبي هنا. في حالة البريكزيت وفي حالة بالفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيبقى البرلمانيون في هذا البرلمان الأوروبي لمدة أيام أو أسابيع فقط؟ بالضبط، تماما، لأن هو المفروض احنا كنا نخرج يعني من الاتحاد الأوروبي 29/3، اتمد اسبوعين يعني ال 12/4 وبعد كده ال 31/10، اذا يتحتم علينا ان احنا لازم نخوض الانتخابات. فعلا ساعه ما يعني ما يتفق تريزا مي تتفق مع كل القاده الاوروبيين في بروكسل على الخروج، طبعا هيقعدوا شهور وهيمشوا تاني يعني هيرجعوا انجلترا. على اي مستوى هنا تاتي الترشح وتاتي او يؤخذ مساله البرلمان الاوروبي؟ يعني كيف ترى او تتابع مستوى الجديه في هذا الاطار؟ ونتحدث انه ربما شهور او اسابيع ويخرج هؤلاء البرلمانيون مره اخرى. ايوه طبعا، هو كل الجديه هنا يعني الحقيقه بيلازمها القضيه القضائيه القانونيه، يعني قانونيه الشرعيه هنا هي اللي موجوده، على اساس ان لو بريطانيا ميعاد الانتخابات اللي هو النهارده، لو البريكزيت هيتم الشهر الجاي، اذا لازم يمثلوا اعضاء من بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، لان في فاتوره دفعان. يعني ده معناه ايه؟ معناه ان بريطانيا بتدفع فلوس لسه، يعني احنا بندفعوا كتير، ملايين اسبوعيا. في إطار ربما العراقيل التي تواجه البريكزيت، القضية مسيطرة على الحكومة البريطانية، استقالة وزراء واليوم آخرها، كيف هو المشهد في إطار محاولات مستميتة لتريزا مي، وأيضا أنباء عن استقالتها يوم الجمعة؟ يعني هناك بعض وسائل الإعلام التي خرجت بتقارير تشير إلى ذلك. يعني انا عايز اقول ان تريزا ماي من الشخصيات العنيده جدا 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 اللي مسكت الحكومه البريطانيه.
أما عن موعد رحيلها فهي لم تحدد مع في أي يوم، وخاصة أن المؤيدين للبريكزيت بيطلبوها دايما دايما بتحديد يوم لإنهاء السلطة، يعني الخروج من رئاسة الوزراء، وهي طبعا بترفض ذلك. فالبريكزيت بحد ذاته بيتسبب في تراجع الحزبين الرئيسيين. نعم. حاليا مثلا تريزا مي فشلت في الاتفاق بتاعها 3 مرات على اساس ان هي مررته البرلمان والبرلمان ما وافقش عليه. نعم. ومن العناد السياسي بتاعها ان هي في اول يوليو هتمرر هذا الاتفاق مره اخرى. فاذا هي عنيده جدا في سياستها، ما اعتقدش ان هي هتستقيل يوم الجمعه الجاي. يعني وان كانت الاخبار كده صحفيه، ولكن صحيح. ما اعتقدش ابدا ان هي هتستقيل. وفي الحاجه بقى اللي هي المهمه جدا جدا، ان زعماء اليمين المتطرف في اوروبا كلهم بيجتمعوا عشان ايه؟ لتوحيد صفوفهم قبل الانتخابات. وده اللي حصل مثلا الاسبوع اللي فات، اما شفنا مثلا يعني مارين لوبان بتزور ايطاليا، بتزور ايطاليا مع مع مع, مع ماتيو سالفيني. وطبعا هو التيار الحاكم في ايطاليا الان يعني. نعم. هو التيار اللي هو ده طبعا وزير الداخليه في الحكومه. نعم. انا اشكرك شكرا جزيلا استاذ شوقي ابو شمل المحلل السياسي، ايضا ينضم الينا عبر الهاتف من باريس دكتور ابراهيم مسلم الباحث والاكاديمي. دكتور ابراهيم اهلا بك معنا على اكسترا نيوز من القاهره. بدايه نتحدث عن انطلاق الماراثون للانتخابات برلمان اوروبا ومخاوف عديده كانت من طبعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من سيطره وهيمنه الطيارات اليمينيه المتطرفه او الشعبويه على البرلمان وعلى اوروبا، فكيف تتابع ذلك؟ يسعد أوقاتك وأوقات مشاهديك. طبعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعم، يعني دعا أنصار حزبه إلى الاهتمام بهذه الانتخابات، يريد أن ينجح التيار المعتدل في هذه الانتخابات. فممثلي هذا الحزب في الاتحاد الأوروبي يقولون ومنذ متى كانت أوروبا عنصرية ومتطرفة بهذا الشكل؟ وبنفس الوقت التيار اليميني المتطرف بقيادة ماري لوبان أيضا يدعون جماهيرهم لكي أن يكونوا هم متفوقون ويحصلوا على أكثر عدد من المقاعد التي تخص فرنسا. طبعا الانتخابات لم تبدأ في فرنسا بعد، بدأت اليوم في هولندا وبريطانيا، وستستمر طبعا في 28 دولة دول الاتحاد الأوروبي لغاية الأحد القادم. لكن الغريب بالأمر بالنسبة لبريطانيا، كون ضيفك من بريطانيا كان يتحدث عن موضوع بريطانيا من لندن. الغريب الأحزاب البريطانية اليمينية كحزب بريكسيت الذي يدعو إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي ولا زال متمسكا بالرغم من إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 أكتوبر، فهو متصدر. يعني الغريب أنه حتى الآن هو المتصدر هذه الانتخابات، وفي المقدمة. يعني هناك تناقض بالموضوع، كيف أن حزب يريد يدعو، وأيضا رأيت بأن الأحزاب اليمينية أحزاب منظمة أكثر، يعني كأن هناك اتفاق بين كل أحزاب اليمينية في الاتحاد الأوروبي، تواصل وتنسيق إلى آخره. هل برأيك يعني بداية استطلاعات الرأي في هولندا أشارت إلى المد الشعبوي من خلال حزب منتدى ديمقراطية، وهذا ونائب هذا الحزب هو رافض للوحدوية الأوروبية ومناهض للهجرة، وأثبتت استطلاعات الرأي بشكل مبدئي في أوروبا أنه هذا الحزب متقدم هو ونائبه، برأيك إلى أي مدى سنتابع مثل هذا المشهد المتكرر في دول أوروبية مختلفة بتقدم الأحزاب اليمينية إذا كان في باريس بريطانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي في هذا العام؟ كما قلت الأحزاب اليمينية يعني منظمة بهذا الموضوع، بالمقابل الأحزاب الأخرى الأحزاب المعتدلة والأحزاب الاشتراكية مثلا في بريطانيا نرى بأن هؤلاء الأحزاب مشتتين، ليس هناك إقبال على الانتخابات كونهم حسموا أمرهم وقالوا بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31
أكتوبر القادم. نعم ذكرتي هولندا، هذا الحزب اليميني ربما يأخذ أكثر المقاعد الخاصة بهولندا وأيضا بفرنسا من خلال التصريحات التي صدرت من قيادات الأحزاب اليمينية. نرى بأنهم دائما يتحدثون لنتحدث عن فرنسا، أي بمعنى لا يريدون أن يعملوا لصالح الاتحاد كاتحاد أوروبي كوحدة أوروبية، وإنما كل غالبية الأحزاب اليمينية في الاتحاد الأوروبي يركزون على الداخل أو الخاص بدولتهم ويرفضون موضوع فكرة اللاجئين، وليس فقط اللاجئين أيضا الحاصلين على جنسية بلدانهم لكن من أصول مهاجرة يرفضون وجودهم في فرنسا. طبعا عندما وصلت إلى فرنسا في 2015 كانت شروط الحصول على الجنسية سهلة جدا، الآن أصبح الحصول على الجنسية يعني صعبة جدا، وهذا دليل أنه في غالبية التيارات اليمينية وأن لم تسيطر على الحكومة بشكل كامل إلا أنها تحاول بشتى الوسائل من خلال ممثليها في البرلمانات الدول الأوروبية وأيضا في برلمان الاتحاد الأوروبي أن يفرضوا قراراتهم وآراءهم على لتكون بغالبية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم مسلم الباحث والأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. البرلمان الأوروبي يعتبر المؤسسة الديمقراطية الوحيدة متعددة الجنسيات، ومن اختصاصاته المشاركة في سن القوانين المتعلقة بمواطني الاتحاد الأوروبي وتحديد الميزانية العامة، وتمتلك ألمانيا أكبر نسبة من النواب ب 96 نائبة. البرلمان الأوروبي مؤسسة ديمقراطية وحيدة متعددة الجنسيات في العالم، مقره الرئيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل والفرعي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. عدد الأعضاء 751 نائبا، عدد النواب سينخفض إلى 705 نائب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يتم انتخاب أعضائه منذ عام 1979 في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتم تنظيم الانتخابات كل 5 سنوات. لا يوجد قانون انتخابي موحد، الدول الأعضاء تنظم الانتخابات حسب قوانينها. داخل البرلمان يوجد أكثر من 200 حزب ضمن كتل أو مجموعات. دور البرلمان الأوروبي: المشاركة في سن القوانين المتعلقة بحياة أكثر من 500 مليون مواطن أوروبي، السلطة في تحديد الميزانية العامة بمشاركة من مجلس الاتحاد الأوروبي، يقوم بمراقبة جميع الخطوات المتبعة من أجل تعيين رئيس المفوضية الأوروبية، ويملك صلاحية حظر أو وقف أعمال هذه المفوضية، توزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية لكل دولة في الاتحاد الأوروبي. ألمانيا لها 96 نائبا في البرلمان، فرنسا في المرتبة الثانية ب74 نائبا، أما الدول الصغيرة مثل قبرص ولوكسمبورغ وأستونيا ومالطا فلا يتجاوز عدد ممثليها 6 نواب. يملك كل مواطن أوروبي الحق في الترشح لخوض الانتخابات الأوروبية. انطلقت انتخابات البرلمان الأوروبي وسط مخاوف من صعود تيار اليمين المتطرف المناهض لاستمرار الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى قادة أوروبا إلى الحشد لمواجهة الفكر الشعبوي والتركيز على قضايا الوحدة. تحبس أوروبا أنفاسها وسط أجواء محمومة مع انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي التي تعد الأكثر حسما وتأثيرا في مستقبل وحدة القارة الأوروبية، خاصة في ظل صعود قوى اليمين المتطرف وغياب التوافق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وارتفاع حدة المظاهرات العمالية في كل من فرنسا وألمانيا. الأحزاب اليمينية المتطرفة والقومية المناهضة للاتحاد الأوروبي تسعى إلى زيادة حصتها في المقاعد البرلمانية خلال هذه الانتخابات
من 154 مقعدا إلى 173 مقعدا على الأقل، في ظل تحركات قوية ومنظمة تقودها أحزاب التجمع الوطني الفرنسي والبديل من أجل ألمانيا وحزب الرابطة في إيطاليا، إضافة لحزب الحرية الهولندي والتي تعهدت جميعها بإعادة تشكيل القارة الأوروبية بعد هذه الدورة الانتخابية. ونتيجة لتلك المخاوف، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مخطط لتفكيك الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى معاهدة تأسيسية للتكتل بعد الانتخابات لوضع استراتيجية أوروبا للسنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسؤولين السياسيين في أوروبا إلى الوقوف بشكل قاطع بوجه التيارات التي تريد تدمير أوروبا، كما حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من خطر وجودي على أوروبا بأسرها إذا صوتت الأغلبية لصالح المتطرفين بحسب تعبيره. ويرى مراقبون أن أنشطة اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية في أوروبا أخذت منحى تصاعديا، مستغلة قضية الهجرة وحماية الحدود الأوروبية للترويج لمشروعها السياسي، مما ينذر بأزمة سياسية وصعوبة تشكيل أغلبية قادرة على انتخاب هياكل المؤسسات الأوروبية من رئاسة البرلمان ورئاسة الاتحاد واللجان، وكذلك الحفاظ على التوافقات التي ميزت السياسة الأوروبية حتى الآن سواء على مستوى الداخل الأوروبي أو الدولي. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الفترة من استوديو الآن، ألقاكم دائما على ألف خير، إلى اللقاء. Thank you.
المهاجرون، المعادلة الصعبة في أوروبا. عدد مواطني الاتحاد الأوروبي أكثر من 510 ملايين شخص، نحو 7.5% من بين مواطني الاتحاد لم يحملوا جنسية البلد الذين يعيشون فيه. 21,600,000 شخص بنسبة 4.2% من سكان الاتحاد يحملون جنسية بلد من خارج الاتحاد الأوروبي. ألمانيا أكثر دول الاتحاد ترحيبا بالأجانب، استقبلت 9,200,000 شخص. المملكة المتحدة استقبلت 6,100,000 شخص، وإيطاليا استقبلت 5,000,000 شخص، بينما استقبلت فرنسا 4,600,000 شخص. ولوكسمبورغ قد سجلت أكبر عدد من الأجانب الذين أصبحوا يشكلون 48% من سكانها، بينما بولندا ورومانيا سجلت أدنى عدد من الأجانب لم تتعدى نسبتهم 6%. تصريح الإقامة، تم إصدار نحو 3,100,000 تصريح إقامة جديد في 2017، ففي بولندا تم استخراج 683,000، بينما في ألمانيا 535,000، وفي بريطانيا 517,000، بينما في فرنسا 250,000. الأوكرانيون حصلوا على أعلى عدد من التصاريح التي تمنح لمواطني دول من خارج الاتحاد ب 662,000، والسوريون 223,000، والصينيون 193,000. أزمة الهجرة، في عام 2015 أكثر من 1,000,000 شخص دخلوا أوروبا، نحو 56 منهم من سوريا، و24 منهم من أفغانستان، و10% من العراق. عام 2016 انخفض عدد المهاجرين إلى نحو 383,000، بينما في عام 2017 انخفض عدد المهاجرين إلى 187,000، وفي عام 2018 انخفض عدد المهاجرين إلى 144,000، وفي عام 2019 سجلت منظمة الهجرة وصول 18,000 إلى الاتحاد حتى منتصف إبريل. طلبات اللجوء، سجلت دول الاتحاد الأوروبي 580,000 طلب لجوء في 2018. السوريون يمثلون أكبر عدد من مقدمي طلبات اللجوء، أكثر من 80,000 طلب. الأفغان 41,000 طلب. العراقيون أكثر من 39,000 طلب. عدد الموافقات على طلبات اللجوء، 88% من طلبات السوريين حظيت بالموافقة، 83% من الإريتريين حصلوا على الموافقة، و 46% من طلبات الأفغان حظيت على الموافقة، و 42% من طلبات العراقيين حظيت بالموافقة، و 27% من طلبات الماليين حظيت بالموافقة، و 20% من طلبات السنغاليين حظيت بالموافقة، و 5% من طلبات الألبان حظيت بالموافقة. المهاجرون، المعادلة الصعبة في أوروبا.